لكن خلونا دلوقتي نروح ونتابع معاكم الاول اخبار النادي الاهلي وفرقه المختلفه مع زميلتنا العزيزه هانا ابو القاسم المتواجده حاليا في مقر النادي الاهلي بالجزيره. هانا صباح الفل عليكي وتفضلي سامعينك. يا صباح الخير عليكم يا كريم ويا نهاوند وعلى كل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان. يوم جديد و10 الصبح في الاهلي وزي ما عودناكم دايما هنقول لكم كل اخبار النادي الاهلي من داخل مقر النادي الاهلي بالجزيره. خلونا في البدايه نبدا باخبار الفرق الرياضيه وبالتحديد الفريق الاول لكره القدم. النهارده الفريق طبعا هيستأنف تدريباته بعد راحه سلبيه لمده 24 ساعه كان منحها الجهاز الفني بقياده مستر بيتس وموسيماني اللاعبين بعد مباراه الانتاج الحربي. النهارده هيستأنفوا تدريباتهم. تجمع الفريق هيكون الساعة 4 العصر على أن يبدأ المران في تمام الخامسة مساء. طبعا ده بقى استعدادا للمباراة القادمة اللي هتكون يوم الخميس أمام أسوان في تمام 7 مساء. يعني بنتمنى لرجال النادي الأهلي كل التوفيق إن شاء الله يقدروا يفوزوا في المباراة ويقاتلوا من أجل الفوز ببطولة الدوري. يعني ده فيما يخص أخبار كرة القدم. خلونا دلوقتي نروح للألعاب المختلفة وبالتحديد كرة اليد. أيضا سيدات كرة اليد النهاردة بيواصلوا تدريباتهم. التدريب هيبدأ في تمام الخامسة مساء، هيكون من الساعة 5 ل6 تدريبات بدنية في صالة الجيم، بعد كده هيتمرنوا في الصالة هتكون تدريبات فنية من الساعة 6 ل8، طبعا ده ضمن الاستعدادات للموسم الجديد. واستكمالا للحديث عن كرة اليد، كابتن رؤوف عبد القادر مدير النشاط الرياضي بالنادي أعلن أمس عن التعاقد مع اللاعبة سلمى عبد الرازق. طبعا اللاعبة منضمة للنادي الأهلي من صفوف فريق 6 أكتوبر لمدة 4 مواسم. طبعا ده من توجيهات مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة كابتن محمود الخطيب على دعم صفوف كل الفرق الرياضية للمنافسة على جميع البطولات. كمان خليني أقول لكم أنه كابتن رؤوف عبد القادر صرح أن اللعبة هتكون إضافة كبيرة جدا للفريق، يعني هي عندها إمكانيات كبيرة جدا وإن شاء الله تدعم صفوف الفريق. بنتمنى لها كل التوفيق وإن شاء الله تكون إضافة كبيرة لسيدات كرة اليد. كمان رجال كرة اليد النهاردة هيواصلوا تدريباتهم. التدريب هيبدأ الساعة 2، هيستمر لمدة ساعتين في صالة الجيم من 2 ل4، وبعد كده هيروحوا للصالة يعملوا تدريبات فنية هتكون من الساعة 4 ل6، أيضا استعدادا للموسم الجديد. كمان فريق تنس الطاولة بالنادي الأهلي النهاردة هيواصل تدريباته. التدريب هيكون على فترتين، في فترة صباحية من الساعة 11 ل1 الظهر، وبعد كده في فترة مسائية من الساعة 7 ل9. كمان خليني اقول لكل مشاهدينا انه يمكن قبل الفتره المسائيه كمان بيكون في حوالي 30 دقيقه تدريبات بدنيه للمحافظه طبعا على اللياقه البدنيه عند اللاعبين. والحقيقه ان هم في فتره تركيز كبيره جدا الفتره دي، يعني خلاص البطوله فاضل عليها حوالي 20 يوم بطوله الانديه العربيه. نتمنى لهم طبعا كل التوفيق وان شاء الله يرفعوا اسم النادي الاهلي ومصر زي ما عودونا دايما. كمان معانا اخبار عن سيدات كره الطايره. طبعا هم استأنفوا تدريباتهم هذا الاسبوع بعد فتره توقف كانت طويلة شوية بعد انتهاء الموسم، يمكن استمرت لمدة شهر وأسبوع. استمروا واستأنفوا التدريبات هذا الأسبوع. يمكن كان كابتن حمدي الصافي أعلن أن التدريبات لمدة أسبوعين هتكون تدريبات بدنية، طبعا كان زي ما وصف كده هتكون ريفرش للفريق ولاستعادة اللياقة البدنية بتاعتهم. هتستمر لمدة أسبوعين وبعد كده هيبدأوا بقى التدريبات فنية وتدريبات بدنية أقوى استعدادا للموسم الجديد. واللي كمان كابتن حمدي الصافي كان صرح أنه هيكون موسم صعب، يعني كل الفرق أصبحت قوية مستعدة جيدا للموسم الجديد سواء محليا او افريقيا، لكن طبعا فتيات الذهب عندنا ثقه كبيره جدا فيهم، فتيات كره الطايره بالنادي الاهلي. يعني ده فيما يخص اخبار الفرق الرياضيه. كمان خلوني انقل لكل مشاهدينا اخبار الاجتماعيه وبالتحديد انشطه اللجان. لجنه المراه تحت اشراف اللجنه العليا للجان وبالتعاون مع الاداره التنفيذيه بتعلن عن قيام زيارة أسرية مجانية لقصر المانيال وقصر المينسترلي. الزيارة دي هتكون يوم السبت القادم، طبعا هتكون زيارة مميزة جدا وده بيأكد دور الأهلي المجتمعي لتنمية الوعي لعائلة الأهلي. كمان لجنة المرأة بتقول انه هيكون يوم مميز جدا وهيكون فيه كتير من المفاجآت، فياريت كل الأعضاء اللي حابة تشارك تتجه لإدارة العلاقات العامة بثلاث فروع النادي وتسجل أسمائهم، لأن زي ما قلت هيكون يوم مميز
مميز جدا. يعني ده فيما يخص اخبار النادي الاهلي. خلوني كمان يا كريم ويا نهاوند انقل لكل اعضاء النادي الاهلي اللي بيتابعوا 10 الصبح في الاهلي الاجواء داخل النادي. في حاله من النشاط، الاعضاء بداوا بالفعل التواجد في مقر النادي بالجزيره. يمكن درجه الحراره دلوقتي كمان 32، وفي سيوله مروريه جيده في الطرق المحيطه للنادي الاهلي. يعني دي كانت ابرز الاخبار من داخل مقر النادي الاهلي بالجزيره. العوده ليكم مره اخرى في الاستوديو. كل الشكر ليك زميلتنا العزيزة هنا أبو القاسم مراسلة قناة النادي الأهلي. صباح الفل عليكي وميرسي جدا لمشاركتك معانا.